ايه كمان المهم قوي اللي احنا بنعوزه طول شهر رمضان؟ السمنه، صح كده؟ عشان بنعوز سمنه طول شهر رمضان في اكلاتنا، في حلوياتنا، في كل حاجه. طيب انا هعمل لكم صنف ممكن اطبخ منه واعمل منه حلو، وصنف يعني للحلو احسن، للحلو اكتر، الحلويات للكلاب خفيف وريحته حلوه ولطيف كده. طيب تعالوا هنا الاول نعمل السمنه اللي هي تنفعني في الحلويات وتنفعني في الطبيخ وتنفعني في كل حاجه. بجيب زبده، كيلو زبده، كيلو زبده، ونقيها كناحة حلو وريحتها حلوه خلاص، وكيلو او لتر من الزيت. الاثنين دول بدمجهم مع بعض. بدمجهم ازاي؟ بالسخونيه. طيب انا مش هسيح الزبده لوحدها، لا، ولا احطها الاول لوحدها، انا بحط كله على بعضه يسخن. مش عايزه المورطه بتاعه السمنه دي، لان انت لو حاططها هتلاقيها عملت ايه؟ راحت على طول فاصله المورطه وادتني غمقان في السمنه، انا مش عايزه كده. فانا هاخد لتر الزيت، الحله بتسخن فسخنت قوي، فهدي لتر زيت الاول، لان لو رميت فيها الزبده هتلاقيها راحت على طول مغمقه. فهاخد لتر الزيت عشان اوفرت وعملت حاجه حلوه، وهاخد كيلو الزبده، وده اللي هنشتغل بيه ان شاء الله برده طول رمضان. هتشوفوه عندي كده، انا شايفين بعمل الحاجه بتفضل حطاها جنبي، فانا مكتره المره دي كيلو على كيلو. انا حاسه ان هي دي اكتر من كيلو، ليه مش عارفه، فايه هي كده كويسه، يندمجوا مع بعض بس، يسيحوا مع بعض، واروح حطهم في بطرمان واستعمل منهم طول شهر رمضان. ابقى اخدت حاجه حلوه من ريحه الزبده، وكمان طبعا عايزه تزودي زودي، مش مشكله خالص يعني، عشان اذا عوزت بس ممكن طبعا لو حابه تحطي مكعبات كده من الزبده دي في العلبه في الثلاجه، تحطي تقلي بيضه، تحطي على فول، مش عارفه ايه، تبقى عندك المكعبات دي جاهزه كده مقطعه. دي طريقه تخزين الزبده في علب يعني في الثلاجه، عايز استعملها اعرف، ما اقعدش اقطع بقى كل شويه بالسكينه، لا، اقطعيها كلها مكعبات كده وحطيها في علبه في الثلاجه، بس مش مده طويله عشان بتعفن. لو انا سبتها مده طويله اكتر مثلا من 3 اسابيع او شهر، بتلاقي ايه، بدات ان هي يوصل لها عفونه، فما تعمليش اخرك شهر اخرك، تمام. انا بقى اللي بعمله ده بحافظ على الزبده ان مده صلاحيتها تبقى اطول، وانا عملت حاجه اقتصاديه ان انا حطيت فيها زيت مع السمنه بقت اخف، اوفر كمان يعني، اخف على الجيب وعلى ايه وعلى الاكل برضو. دي بقى ممكن استعملها حلويات واستعملها اكل عادي اهي. خلي بالك يا دوبك هتغلي غلوه، ما تخليهاش تغلي كتير. لو هتغلي كتير، افرضي غلت منك غصب عنك، افرضي، يبقى خلاص هتستني لما تغلي وتفصل المورطه بتاعت الزبده. دي طريقه تانية برضو ممكن تعمليها، انا بحبها تبقى فيها سنه اللبن دي، بحبها فيها. بس لو بتستخدميها كل فتره كبيره، حاسه الكميه دي هتقعد معاكي فتره يعني، دي برضو لشهر رمضان بس، دي لمده الشهر، وبحطها كمان في الثلاجه مش بره. لو انا لا، انا ممكن تقعد مني اكتر من الشهر، يبقى سويها. حاطه لتر زبده، لتر زيت مع كيلو زبده، ماشي. اسويها بقى يعني ايه، ممكن انا زي ما بقولكم بسيحها بس فيها ساعات، بس تقعد معايا شهر واحد. لو انا عايزاها اكتر من الشهر يبقى هسويها، يعني اخلي المرطه بتاعه الزبده تبقى لونها ذهبي. اول ما بدات اللون، بصوا كشت بقى الريم بتاعها بدا ان هو يختفي ويديني لون، اللون الذهبي ده هطفي عليها، خلاص كده استوت، تمام. تعالوا بقى نعمل نوع سمنه تاني علشان الحلويات، حرمتكوش من حاجه. عباره عن ايه ده بقى؟ زيت ولبن وقشطه، او لبن في قشطه، لبن دسم، الاثنين مع بعض كده يعني. انا هنا بس هنا بتبقى كميه الزيت ضعف كميه اللبن، كميه الزيت ضعف كميه اللبن. يعني مثلا انا هنا عندي ممكن اعير لكم عشان يبقى احسن. ايه تعالوا، الكوبايه عندي هنا، بسم الله الرحمن الرحيم، في خلاط
واحد ما نكترش، نعمل شويه شويه قد حلوياتنا كده عشان نعمل حلويات خفيفه كده ولذيذه. مثلا دول ثلاثة، يبقى هاخد كوبايه ونص من اللبن مع القشطه. ادي كوبايه اللبن وناخد نص قشطه قد نص كوبايه، وش اللبن بقى شارياها اي حاجه، دول يطلعوا نص كوبايه صح يطلعوا. ولو عندك اللبن اصلا دسم يعني منه فيه كده خلاص مش مهم تحطي قشطه، يعني ساعات مش تعب بيبقى في وش اللبن اللبن بيبقى دسم قوي كده استعمليه. ونضرب ده كله بقى مع بعض. انتوا عارفين كل الزيت ما يتضرب بيعمل قوام، فمع اللبن والقشطه بيعمل لك سمنه بلدي. بس سيبيها تضرب شويه يعني ممكن نريحها كده ونضربها تاني. دي بنحتفظ بيها في علبه او في برطمان في الثلاجه، اجي استعملها اطلع منها اعمل كنافه اعمل بسبوسه اعمل اي حاجه بس في الثلاجه. وما تعمليش كميات كبيره عشان ده مش مستوي، ده هو كده بس مش هحطها على النار. نبدا نضربها تاني. مش عاجبه. تعالوا بقى نعمل حاجه تانية. احنا دي خلاص يعتبر خلاص هجيب بصلات بطرمان مناسب ليها واحطها فيها وادخلها الثلاجه. هي مش تجمد هنا خالص يعني، هي هتجمد في الثلاجه هتلاقيها بقى ايه، هوريها لكم لما تجمد مش النهارده اكيد. شكلها ايه هنستعملها طبعا مع بعض.